اختار الرئيس زيارة مؤسسة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، زيارة أبدى فيها الرئيس إعجابه بالتكنولوجيات المعتمدة في هذه الصناعة، داعيا المستثمرين الصينيين للاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد. إحنا لو يريد صنع السيارات في الجزائر فتكون له كل تسهيلات، تصنع بالنسبة للجزائر وبالنسبة للمحيط على الجزائر، المغرب العربي وإفريقيا، وحد الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع، مرحبا بك. حتى ونصلح كذلك البطاريات الكهربائية، كما اتفقنا مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، 60% من السيارات الكهربائية في العالم هي صينية، ولذا نتمنى أن تصنع كذلك عندنا، ولكم كل التسهيلات. أعتقد أن التعاون مع الجزائر يكون سهل لأن الإطارات موجودة، ربما بتكوين بسيط بعض الأشهر يصبحوا إطارات قادرين على تشغيل سيارات متطورة مثل هذه. اليوم الجزائر، جامعة الجزائر تخرج 250,000 جامعي سنويا، إذن سهل باش تكون فيه يد عاملة متكونة وتشارك مع أصدقائنا الصينيين في حركة اقتصادية جديدة وصناعية جديدة، منها صنع السيارات أو بالأقل في البداية تركيب السيارات. وممكن الجزائر تكون واجهة، إحنا الجزائر إسبانيا مثلا 20 دقيقة فقط طائرة، زائد إفريقيا، يعني ممكن نصنع للجزائر ونصنع كذلك لإفريقيا. السيارة الكهربائية 100% ربما تعم من على 20-30 سنة، تصبح عامة في العالم. أما حاليا بالنسبة لبعض البلدان مثلنا الهجين هو أحسن، لأن فيه مسافات طويلة جدا وفيه إمكانيات تواجد البنزين. في الجزائر إذا كان نقوم مع بعض بتركيب وصنع سيارات كهربائية، محرك كهربائي 100% ومحرك هجين